بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في الواقع البنية جات متفوقة هي الأولى على صعيد الجهة. هذا السبب اللي راجع على الأطر التقنية من مدير المؤسسة التعليمية وكذلك الأساتذة الذين كانوا يقومون بالتحاور معها وتحفيزها، وكذا الطاقم الإداري لهذه المؤسسة، وكذا أتقدم بالشكر لهم جميعا بدون استثناء، كما أتقدم بالشكر إلى الأساتذة الدعم في إطار التفوق، وهذا ما يمكن أن أقوله. إضافة إلى أني لا أنسى الأم ديالها اللي هي كتسهر عليها في المنزل من حيث المراجعة، من حيث التتبع. والسلام عليكم. باش حسيتي مشيتي؟ الحمد لله. مما مجهودات الفرحة هذا ولا عكس؟ مما صراحة مما تمنوا ولدت عليه من طرف إدارة المؤسسة عجز اللسان عن الكلام. فرحة به، والحمد لله الحمد لله على كل. كانت مثابرة من حيث الساعات الإضافية من طرف بعض الأساتذة، أشكرهم. كذلك داخل المنزل كانت منزوية في بيتها، أقدم لها الدعم النفسي، عبد ربي وكذا أمها. كذلك كانت تشجيعا كبيرا من الأساتذة صراحة. لا دائما تتكلم معي عن الأساتذة، تحفيزات، ومن بين بعض الأساتذة لا داعي لذكر الاسم ديالو، قال لي لا داعي باش تزيد لها السويع، راه البنية متفوقة تبارك الله، ونتمنى التوفيق لجميع أبناء المواطنين. والسلام. دابا الهبة اللي كتفرج فيه شنو تبغي تقول؟ الله يوفقها والله يرضي عليها. هادشي الأم اللي كتكون في، يعني هي اللي شكرا لكم. أولا كنهنيوك بالمناسبة ديال التفوق ديال الهبة، يعني حنا كما كنعرفوا جميعا ان الام هي اللي كتكون عندها واحد الدور اساسي في المنزل. بالطبع. باش حسيتي شفتي النتيجه؟ اولا الشكر لكم. الاحساس ديالي اختلطت الفرحه بزاف المشاعر ما نقدرش نوصفها. اولا فيليسيتاسيون لبنتي هبه، الله يرضي عليها والله يوفقها في المسيره ديالها الدراسيه. كنشكر الطاقم التربوي ديال المؤسسة اللي كان مدعمها، كل من أساتذة إداريين، الأساتذة كنشكرهم على التحفيزات ديالهم، ما كانوش تيبخلوا عليها بالمعلومات. كتقول لي ماما اللي طلبت أي معلومة تنتوصل بها بالواتساب، أي حاجة ما كانوش تيبخلوا عليها، وكانوا يشجعوها. وهي بنية مثابرة ومجتهدة تبارك الله، وأنا بالدور ديالي كنت كنحفزها، مراقباها، يعني متبعاها، بحكم أنا قارية، عارفة القراية، عارفة يعني واصلة لواحد النيفو مزيان، هذا متبعاها في أي حاجة، في خطواتها الدراسية، أي حاجة صغيرة وكبيرة متبعاها فيها. والحمد لله على هاد النتيجه، يعني ان المجهودات ديالي والمجهودات ديالها ما مشاتش هباء منثورا. والله يوفقها والله يوفق جميع وليدات المسلمين يا ربي. واش حسيتي ملي شفتي الهبه كتاخذ يعني اكبر معدل ديال طنجة سطوان الحسين؟ اختلطت ليا، فرحت، بكيت، بزاف مشاعر ما نقدرش نوصفها لك صراحه. فرحت بزاف، الله يرضي عليها والله يوفقها. هادشي اللي نقدر نقول. كيفاش كتردد فعل الهبه؟ كيفاش كتردد فعل الهبه؟ حتى هي بقات كتبكي، هي كتبكي وانا كنبكي، بجوجنا فرحانين وتنبكي او ميم طون، فرحه والبكاء باش تعرف هذا انجاز الاقليم وانجاز الجهه وانجاز المديريه الاقليميه اللي كتقوم بواحد الدور اللي هو كبير وفعال. الله يوفق المديريه الاقليميه والله يوفق المؤسسه والاطر التربويين والاداريين في مسيرتهم المهنيه يا ربي على المجهودات اللي كيديروا مع جميع التلاميذ يا ربي. دابا هبه راه كتفرج فينا، شنو تبغي تقولي لها من هذا المنبر ديال بلبريس؟ كنقول لهبه الله يرضي عليك بنتي، داكشي اللي كنت باغاه فيها، داكشي اللي كنت كنشوف كيف ما كنشوفها كتبتو ليا عام على عام، يا ربي يسر عليها في مسيرتها الدراسيه والله يوفقها في داكشي اللي باغا، ويا ربي يسر ليها في داكشي في ليكول اللي باغا دير هي في خاطرها، وداكشي ليكول اللي باغا والدراسه اللي باغا تتبع، يا ربي تسهل عليها فيها يا ربي والله يرضي عليها، والله يرضي على وليدات المسلمين جميعا يا ربي، كاع اللي تيبذل شي مجهود واللي كيتابر ولهذا الله يوفقه والله ولي التوفيق. هبه تكون حاضره معنا ان شاء الله غدا ولا فوقاش تشرفنا هبه؟ ان شاء الله غدا ان شاء الله الى كتاب ان شاء الله، حنا فرحانين وشكرا الى كتاب ان شاء الله يا ربي. استاذ الرساله ديالك الاخيره قال الرساله الاخيره. الشكر موصول الجميع أطقم الثانوية درست فيها الإبنة وكذا إلى السيد المدير الإقليمي. التوفيق لجميع الأطر الإدارية بالمديرية الإقليمية وجميع الأساتذة كل واحد باسمه وبالمادة التي يدرسها. والسلام. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بلبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.